دكتور سيد، هل بالفعل الحكومات تأخرت في مواجهة التغيرات المناخية؟ وهل يمكن القول أنه يجب تقديم على سبيل المثال تحصينات لوجستية منعا لوقوع هذه الحرائق؟ وهل فعلا ممكن نشوف حرائق تستمر لسنوات، تستمر لشهور زي ما حصل في كاليفورنيا؟ بخصوص هل الحكومات اتأخرت في التعامل مع قضية التغير المناخي؟ بالتأكيد كل الحكومات، يعني طبعا وعلى رأسها الحكومات، حكومات الدول المتقدمة الصناعية، الكبرى، صحيح. طبعا أما بالنسبة لموضوع الحرائق فطبعا يعني ده معروف أن أولا الحرائق لها أسباب كثيرة، من ضمنها يعني الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في مناطق الغابات، ده بيؤدي إلى سهولة اشتعال الحرائق وانتشارها بسرعة كبيرة. لو بداية هذه الحرائق بفعل فاعل أو بأي حادث بسيط، لكن انتشارها بيبقى كبير بسبب وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة في هذه المناطق. وبالتالي الغابات يعني من الصعوبة في مكان ليس سهلا، لأن بتبقى مساحات كبيرة جدا تشتعل في وقت واحد، وهي في نفس الوقت بتؤدي الى انبعاثات كثيره بين الانبعاثات الكربونيه، وبتفاقم مشكله التغيرات المناخيه ايضا.